بتاعتك عن جيراني، فكديكم نبذة عن اللعبة وقصتها وشخصيتها. لعبة جيراني هي لعبة من تطوير شخص اسمه ديفي لوبر، والشخص ده اللي نعرفه عنه ان هو راجل عجوز بينزل ألعاب من أيام زمان. ولعبه في البداية كانت ألعاب رعبة بسيطة والتحرك فيها 2D، لغاية لما طور نفسه ونزل ألعاب كتير عن سلندرينا، وآخر حاجة نزلها كانت لعبة جيراني. أولا إيه هي لعبة جيراني؟ لعبة جيراني قصتها بتدور إنها كان في شخص بيتجول في الغابة ولقى بيت غريب، ولما حاول يقرب من البيت ده جت جيراني من المجهول وضربته ضربة قوية جدا خلته يفقد الوعي. ولما صحى لقى نفسه جوه البيت ده، وبعدها اكتشف الشخص ده إن كان في حد في البيت ده قبله، لأننا نشوف رسائل كتيرة من الشخص ده مكتوبة بالدم، وفهمنا من الرسائل دي إن هو بيحاول يهرب من البيت ده بقاله فترة، ولكن كل مرة جيراني بتمسكه. وهنشوف دمه منتشر في أماكن كتيرة من البيت، ولو دخلنا المخزن هنشوف قطعة من اللحم، وأكيد دي بتعود للشخص اللي كان في البيت ده قبلنا. وده يعني إنك لو معرفتش تهرب من بيت جيراني هيحصل لك نفس اللي حصل للشخص ده، وهتقطعك جيراني قطعة. وقوانين اللعبة إنك تحاول تهرب من البيت سواء بالعربية أو عن طريق الباب، وتجمع القطعة اللي تحتاجها من غير ما تخسر أكتر من 5 مرات، لأنك لو خسرت أكتر من 5 مرات هتقتلك جيراني عن طريق إنها تقطعك. وحاول بقدر الإمكان إنك متعملش أي صوت وإنت بتجمع القطعة اللي هتحتاجها، لأن جيراني ذكية جدا وحاسة السمع عندها قوية. ودلوقتي هكلمكم عن شخصيات اللعبة زي سلندرينا، وهي بتظهر لو جبت دومي التيدي وحطيتها على سرير الطفل. وسلندرينا كانت الشخصية الرئيسية في سلسلة ألعاب سلندرينا، وزي أنجلين، وهي بتظهر لو فتحت الأوضة السرية وجبت الكتاب اللي بيكون موجود في مكان عشوائي في البيت وحطيته على حمالة الكتب. وشخصية أنجلين بتظهر في أغلب سلسلة ألعاب سلندرينا، وكانت بتساعد سلندرينا في إنها تقتلك. والعنكبوت هو بيكون مستخبي في العلية، وانت هتحتاج تطلع العلية لان احيانا بيكون فيها اداه مهمه في الدولاب اللي فوق، ولو حاولت تدخل تجيب الاداه وعديت من قدامه هيطلع ويقتلك. وفي اكتر من طريقه انك تتفاداه. الطريقه الاولى وهي الطريقه الشائعه، وهي انك تحط حته اللحم في الطبق بتاعه عشان ينشغل وياكل وتجيب الاداه. الطريقه الثانيه وهي انك تجمع قطع الشطجن وتقتله بيها. الطريقه الثالثه وهي انك تجيب الاسهم وتضربها على الزرار الاحمر عشان يتقفل عليه وما يطلعش تاني. وبعد ما اديتكم نبذه عن اللعبه وشخصيتها هكلمكم عن 10 حقائق عن اللعبه. وتحذيرا قبل ما ابدا في الحقائق، كل القصص اللي هقولها لكم عن الشخصيات هي من تدوين صانع اللعبه او ديفي لوبر، وهيكون فيها حرق كامل لقصه جيراني. وبعد الحقائق هتكون متعلقه بسلسله العاب سلندرينا. طبعا اول سؤال هتسالوه ايه علاقه جيراني بسلندرينا وانجلين؟ ايه اللي بتظهر لو فتحنا الاوضه السريه وحطينا الكتاب في حماله الكتب؟ البعض بيقول انها تكون امها، والبعض التاني بيقول انها اختها، ولكن في الحقيقه انجلين تكون ابنة جيراني، لان لو قرانا قصه انجلين هنلاقي مكتوبه ولدت انجلين في بيت جيراني، وكانت مربيه كلب بتطلق عليه اسم الفتى الجيد. كبرت انجلين وبقى عندها صديق اسمه هو سايمون. وفي يوم من الايام كلب انجلين بعد ما كان كلبها الاليف عينه احمرت وتصعر وعدى انجلين عدة قويه جدا خلتها يغمى عليها. ولما فاقت راحت لصديقها سايمون. سايمون كان بيفهم في اللعنات والسحر، وقال لها انت هيكون عندك طفلة ملعونة وهتصيب عائلتك باللعنة. عدت الايام والسنوات وسايمون اتجوز انجلين، وبقى عندهم طفلة سموها سلندرينا، وكانت اسرة عادية جدا لغاية لما سلندرينا اتمت ال 14 سنة. في الوقت ده ظهرت اللعنة اللي قالها سايمون عليها، والعيلة بعد ما كانت اسرة سعيدة وطبيعية جدا اتحولت لاسرة تانية خالص واسرة مرعبة بسبب اللعنة اللي كانت شايلها سلندرينا. وفي نهاية لعبة سلندرينا ذا هاوس هنشوف صورة لعيلة سلندرينا قبل ما تتصاب باللعنة وبعد ما اتصابت. زي ما شفتم سلندرينا بعد ما كانت بنت طبيعية جدا اتحولت لشبح شكل مرعب. سايمون اتحول لسلندر مان، وانجلين اتحولت لأكلة لحوم بشر. برضه لو دخلنا ملفات لعبة سلندرينا هنشوف اسم انجلين هو الأم، وده لأنها تكون أم سلندرينا، ومعنى اسم جيراني هو الجدة، وده لأنها تكون جدة سلندرينا، وده بيثبت لنا إن جيراني تكون أم انجلين، وانجلين جوزها هيكون سلندر مان، وبنتهم تكون سلندرينا، وسلندرينا جدتها تكون جيراني، وده يكون ترتيب الأسرة الحقيقي. لعبة جيراني مستوحاة من لعبة هلو نيبر أو مرحبا جاري، لأن في شبه كبير بينهم، لأن لعبة مرحبا جاري فيها باب احنا بنحاول طول ما احنا بنلعب ان احنا نفتحه، ولو عملت أي صوت هيعرف الجار مكانك، وبرضه بتستخبى من الجار في أماكن مختلفة، بالظبط شبه لعبة جيراني.
وبرضه الجار بيحط أفخاخ في أماكن متعددة بالظبط شبه جيراني لما تحط الأفخاخ، وده بيثبت لينا من غير أدنى شك إن طريقة لعب لعبة جيراني مستوحاة من لعبة مرحبا جاري. في لعبة سيلينديريا ذا فويس مطلوب مننا في اللعبة دي إننا نجمع مفاتيح عشان نفتح تابوت معين، ولما نجمع المفاتيح ونفتح التابوت ده هتظهر لينا شخصية غريبة شبه مصاصين الدماء، وهنشوف جوه التابوت بتاعه صورة ليه مع سليندرينا. وبعد ما نفتح التابوت ونمشي من البيت هتظهر كاتسين انه هو رجع للحياة. اولا الشخص ده يكون زوج سليندرينا واسمه هو ليف، لان لو قرأنا قصة الشخص ده نشوف مكتوب كان فيه شخص اسمه ليف. ليف كان بيحب الخفافيش وكان مربي عدد كبير منهم، وفي يوم من الايام كان بيعمل تجارب على واحد من الخفافيش بتوعه، والخفاش ده عضه عضة قوية جدا، وبعد ما عضه الخفاش اغمى عليه والناس افتكروا انه هو مات وخدوه وحطوه جوه تابوت واتدفن. مرت ايام بسيطة وليف اتحول جوه التابوت بتاعه نص انسان ونص خفاش، وعرف يطلع من التابوت بطريقة معينة، وكان بيمشي في الشارع يهجم على اي واحد من الناس لغاية لما في مرة قابل عائلة سليندرينا. طبعا هو قابلهم بعد اللعنة اللي اتصابوا بيها، وفضل مقيم معاهم، وسليندرينا وليف اتجوزوا وبقى عندهم طفل. والطفل ده حسب ما يقال ان هو كان طفل طبيعي جدا على الرغم ان ابوه مصاص دماء وامه شبح، وليف ما كانش عايز يكون عنده اطفال، فمسك ابنه وعضه عضة قوية جدا ورماه في القبو. وهنعرف نشوف ابنهم في لعبة سليندرينا انزا سيلر، هو مرمي في القبو، وهنعرف نشوفه اول ما اتولد في نهاية لعبة ملجأ سليندرينا. ونلاحظ ان هو اول ما اتعض من ليف بقى شكله غريب نوعا ما، وفي شبه كبير جدا من جيراني، واطلقوا عليه اللاعبين اسم الطفل العنكبوت. بعد ما عض ليف ابن سليندرينا ورماه في القبو، انجلينا ام سليندرينا اتضايقت جدا من ليف، لانها كانت فرحانه ان العيله بقى فيها شخص ما فيهوش لعنه، وعشان كده ضربته باداه حديديه وحطته في التابوت. والتابوت ده احنا اللي بنحرره منه في لعبه سليندرينا ذا فورست. ولكن سليندرينا اتضايقت جدا من امها وضربتها عشان هي عملت كده في جوزها. وفي لعبه ذا تشايلد اوف سليندرينا لو دخلنا اوضه من اوض هنشوف ام سليندرينا بتعيط، ولو قربنا منها هتهجم علينا سليندرينا. ام سليندرينا كانت بتعيط في اللحظه دي لسبب ان سليندرينا ضربتها لانها حبست جوزها، ومامت سليندرينا على الرغم انها اتحولت لاكله لحوم بشر الى انها كانت بتحب سليندرينا جدا وزعلت جدا منها لما ضربتها. بعد ما حررنا ليف من التابوت بتاعه اخد سليندرينا وراحوا عاشوا في القصر بتاعه، ونشوف القصر بتاعه في سليندرينا اكس وهو اخر جزء للعبة سليندرينا. ولو طلعنا فوق هنشوف ليف حاطط انجلين جوه قفص ومتعلقه بنفس الطريقه اللي في بيت جيراني، والبعض بيقول ان هو علقها عشان يعذبها لانها حبسته جوه التابوت لسبب ان هو ما كانش عايز ابنه. وفي لعبه سليندرينا اكس احنا بنكون محبوسين جوه اوضه من الاوض، ومطلوب مننا اننا نطلع ونلاقي كتاب، ولما نلاقي الكتاب ده نجيبه ونحبس سليندرينا جواه. وبالفعل في نهايه اللعبه هنلاقي الكتاب ده، ولما نفتحه قدام سليندرينا هنلاقيها كانها بتتحبس جواه، ونلاقي وشها بقى مرسوم جوه الكتاب. وفي الوقت ده هنلاحظ انجلينا عرفت تهرب من القفص بتاعها وبقت بتدمر القصر عشان هي مش عايزه بنتها سليندرينا تتحبس جوه الكتاب لانها كانت بتحب سليندرينا جدا. طبعا احنا في النهايه سيبنا الكتاب مرمي على الارض وهربنا عشان القصر كان بيتدمر بسبب غضب ام سليندرينا وتدميرها للقصر، ولو فضلنا فيها هنموت. وبعدها تظهر كاتسين للكتاب وهو محطوط على الارض. اثناء ما اتدمر قصر ليف بسبب غضب انجلين، في حد دخل القصر وخد الكتاب اللي اتحبست فيه روح سليندرينا، ودوم يبتدي وخد برضه انجلين، وبرضه التقط بعض الصور للقصر ونلاقيهم كلهم في الاوضه السريه، والشخص ده كان جيراني. هي كانت موجوده في نفس اليوم اللي احنا كنا فيه في قصر ليف، بس كانت مستخبيه وهي تقريبا كانت عارفه اللي هيحصل، لذلك راحت قصر ليف وخدت معاها كل الحاجات دي وحطتها في بيتها. وبعد ما القصر اتدمر ليف اختفى تماما، جيراني عرفت تهرب وهي واخده معاها الحاجات دي كلها، والشخص اللي بنلعب بيه برضه عرف يهرب، وسليندرينا اتحبست جوه الكتاب. طبعا كتير منكم هيسأل ايه هو سر العنكبوت اللي في العليه عند جيراني. العنكبوت ده بيعود لليف، لان في لعبه سليندرينا اكس هنشوف ليف معاه اتنين منهم ودايما بيساعدوه في ان هم يقتلوك. وبرضه في قصه ليف اتذكر ان ليف بيصنع نوع معين من العناكب اسمه هو العناكب الذئبية، والعناكب دي بيكون عندها فرو وعينها حمراء وبتاكل اللحم وشكلها مختلف عن العناكب العادية. واكيد جيراني خدت برضه عنكبوت من العناكب دي والقصر كان بيتدمر، لكن احنا لحد دلوقتي مش عارفين هي نقلت الحاجات دي كلها ازاي.
لأنها خدت معاها إنجيلين والكتاب وتيدي وواحد من العناكب. البعض بيقول إنها خدت العربية اللي بنشوفها في الجراج عند جراني ونادت فيها على كل الحاجات دي. وبرضه ما تنسوش تكتبوا رأيكم في التعليقات. لو ركزنا بالتأكيد واحد يعود لجراني والتاني يعود لابنتها أنجيلين والتالت يعود لزوج أنجيلين أو سليندر مان والرابع يعود لسليندرينا، وأكيد كلهم كانوا بيقعدوا مع بعض في بيت جراني قبل ما العيلة دي تتصاب باللعنة اللي كانت مع سليندرينا. وبرضه هنشوف أوضة جلوس فيها كنب، وأكيد كلهم كانوا بيتجمعوا مع بعض هنا. طبعا أغلبكم هيسأل هل جراني شريرة ولا لأ، وإيه اللي خلى شكلها عامل شبه الأموات. أولا جراني شخصية طيبة مش شريرة، ولكن بعد اللعنة اللي حصلت لعيلتها زعلت جدا، ومن كتر الزعل اللي عانت منه جالها مرض، وبسبب المرض ده شعرها كله وقع وجسمها بقى لونه غامق وجالها عمى وبقت بتاكل لحم البشر. وعلى الرغم من انها بقت شبه الاموات الا انها ما فقدتش ذكائها، لانها بتحط افخاخ وبنت آلة تقطع بيها الرؤوس، وده يعني انها ذكية جدا. وعلى الرغم من انها اتعمت الا انها بتعرف تحدد مكانك عن طريق الصوت، لان حاسة السمع عندها قوية جدا. كتير مننا بيسأل ليه جراني بتديك مدة 5 أيام تقعد بيها في البيت وليه بتقتلكش أول لما تشوفك وخلاص. أولا هي بتديك المدة دي عشان تفك اللغز الخاص بسليندرينا وتعرف تحررها من الكتاب اللي اتحبست جواه، وعشان تفك اللعنة الخاصة بعيلتها وترجع عيلتها اللي بتحبها مرة تانية. وهي بتضربك كل لما تسمعك لأنها بتفتكر إنك بتحاول تهرب من البيت، وهي عملت كده مع الشخص اللي قبلنا برضه، بس هو في الآخر معرفش يحل اللغز الخاص بسليندرينا لذلك قتلته. طبعا احنا لغاية دلوقتي مش عارفين نحل اللغز الخاص بسليندرينا، ومفيش حد فينا هيعرف. كل اللي عرفناه انها بتظهر لو حطيت دمية تيدي على السرير بتاع انجيلين وهي صغيرة، وهتظهر روحها وتختفي تاني، وجراني ستظل منتظرة هذا الشخص الذي سيحل لها لغز سليندرينا ويفك لها لعنة عائلتها ويعيد عائلتها مرة ثانية الى مدى الحياة. وبس كانت دي كل حاجة. لو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا بلايك سبسكرايب